اليوم خطبتي وما عبالي اعمل ميك اب برا، انا بدي اعمل ميك اب. خليكن معنا لنشوف كيف رح يطلع. رح اخذ لون الاسود حطه مثل كاني عم ارسم اي لاينر، بس الطريقه بدها تكون ايدي كانها عم تعمل بلند، بس بدي ادمج لحتى يختفي عندي الاسود. رح اخذ لون بني وجرب اعمل بلند للادجز تبع الاسود بالبني لحتى ما يكون عندي هارش لاين، وبسحب لبرا لحتى العين تسحب معي. ايدي بدها تكون كل الوقت خفيفه لحتى البلندينج يطلع مزبوط. هلا رح اخذ اي شادو ابيض وحطه على مدمع العين. هلا نفس الاسود اللي حطيت منه فوق رح احط منه نتفه بس على طرف العين. رح نستعمل بانوراما ماسكارا من لوريال. هلا رح نستعمل فاينل انك من ميبيلين. هيدا كان الانجيجمنت ميك اب. انا شخصيا بحب هيدا النوع من الميك اب لانه بيسحب لي عيوني. انتو شو بتحبوا؟ اكتبوا لنا بالكومنتس.